بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بشرح مختصر لمتن يسمى متن الأصول الثلاثة. الحمد لله يتي الله سبحانه وتعالى يفقد في رغون دي دفتر انتين دي تتي. قبل أن نبدأ بشرح هذا المتن نسأل أسئلة خمسة. السؤال الأول، لماذا ندرس التوحيد؟ لو قال لنا قائل لماذا لا ندرس مثلا الفقه، ندرس اللغة العربية، لماذا دائما نبدأ بالتوحيد؟ نعم، دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وكذلك أتباع من بعدهم، لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. الله جبت الدول نونه والدول سنا ونقل ووتن إنقول الله سبحانه وتعالى. ولا أدخل الجنة إلا موحد. ناتا الجنة سنا ووتن إنقول الله سبحانه وتعالى. تكثير الحسنات تكثير السيئات. كونانكو هب إنقول مو يريجي كونانكو ريكوتو تقول بون دي دينكاجي. ثم قد يسألك سائل يقول لك هل أنت موحد؟ نوعي مالانداد أهي ووتن إني الله. تقول نعم أنا موحد. إن هي منكم وتن إن الله سبحانه وتعالى. يقول لك ما هذا التوحيد؟ وإنما كهون وني نقول وتن نقول الله. إذا كنت لا تعرف التوحيد نقول أنت كاذب، هذه الشهادة شهادة زور، كيف الله سبحانه وتعالى يوجب عليك شيء هو من أوجب الواجبات وأنت لا تعرف؟ استوني إني أن أنكون وني وتن نقول الله سبحانه وتعالى من إن وندم أقوم قالك ونم كالله هو نتوى إكبر فرد هوري منكم وني وتن نقول الله سبحانه وتعالى. ثم نسأل أيضا نقول هل أنت مشرك؟ لندر مكادي إني أنكو أشرك شركنا والله. يقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك. وإن يو الله وندندا ميونام شركه. طيب ما هو الشرك الذي حرم الله عليك؟ جنكون ونكون كفدوا الله والله وحرمني. إذا كان لا يعرف نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر أنت لا تدري. استأوني أوتجي أندا وايد هني ديني أوت شركا نقول الله هراء أندا. إذن أوجب الواجبات وأول واجبات ولابد أن نتعلم التوحيد قبل كل شيء. أو كبر وقت عليك وقت يكون فوق كبر عنده يكون فوق كبر أن يكون هو التوحيد وتنقول الله سبحانه وتعالى. ونتعلم الشرك حتى نحذر منه ونحذر منه والله أعلم. يمدين عند شركه ورتن شركه في وتناتو في شركه.